شوفي سارة، ها؟ عم تعيطيلي شي؟ لا لا، ترى أنا عم صورها. ليش؟ ما صار، ليش ما صار فينا صور؟ فيك تصور بس، بس شو؟ ضروري أنا نصور؟ خلص نعمل، لا صور شي تاني. سارة، في مليونين شخص عم يستنونا، بدهم يعرفوا ليش قطعت على الأقل. خلص صار فيك. منتج، خلي الفيديو مثل ما هو مشان يعرفوا ليش، ما يفكروا انه عم بعمل حلقه. يعني انا هلا صار فيني احكي. حبايبي، اول شيء يا جماعه الخير، تحياتي لكم، كيفكم؟ شو الاخبار؟ اكيد اشتقتونا. هاي محموز. نحن يا جماعه صرنا فتره، شيء تقريبا شهر، ما نزلنا على قناتنا اليوتيوب لاسباب. انا ما قدرت اقول لكم الاسباب لانه كان لازم ما اقول يلي صار. حبايبي، تتذكروا اخر فيديو لما رحت على المشفى المهجوره وهذاك الشخص البوليس هون اجانا على البيت بعد ثاني يوم لانه كان فكر انه في جريمه قتل. اجانا على البيت، ولما اجانا على البيت اعطيناهم كل المعلومات، حكينا لهم، كنا جبنا لهم شهود، جبنا لهم رفقاتنا، هيك هيك كان يصير معنا نحن عم نتلاحق، فرجيناهم فيديوهات المنتسبين اللي لازم انتم تدفعوا مصاري لتشوفوها، كل شيء. فاهتموا بالقضيه واهتموا بالموضوع بشكل كامل، بس طلبوا منا انه نحن ممنوع ننزل فيديو الى ان يتم القبض على هذا الشخص لحتى ما يعرف شو عم يصير، لانه هن قالوا لنا انه هو اكيد عم يحضر. فلحتى ما يعرف حدا شو عم يصير، خلص سكروا على الموضوع، ممنوع بقى تصوروا بعد اذنكم، وبس يكمشوه، ساعتها فينا نعمل اللي بدنا اياه. فوصلنا خبر من البوليس اليوم الصبح، اجانا اتصال على اساس انه راح يبعثونا بوست انه مشان نروح على المحكمه. ما بعرف اذا راح فينا نصور، نعرف هالشخص هذا شو قصته، بس اول ما اروح على المحكمه راح اخلي ساره دائما ترافقني بتصور. بس يمكن داخل المحكمه بنقدر نصور داخل المحكمه؟ لا ممنوع. انا بتذكر ممنوع، لانك جيت مره بدي اصور ما سمحوا لي. راح يبعثوا لنا هذا البوست، بس يوصلنا البوست تبع المحكمه. هاي المحكمه بدها تحكي كل شيء وتخبرنا عن شو صار وليش كان هذا يجي وشو الاسباب وكذا. هلا هو واحد معه شخص، فهن كانوا هدول بني ادمين. احكي لهم ساره شو خبروك اليوم بالضبط ومين هذا؟ اول شيء هن بني ادمين، اثنين رفقات، فما بيعرفوا ليش عملوا هيك، بس هن بحبوا هيك انه مثل يخوفوا العالم، يعني عايشوهم برعب، بس هن اذين قبل بمره، فهن ملحقينهم قبل ما يعملوا شيء اذى، لانه داخلين على بيوت وسارقين كمان وعاملين اذى كثير، عرفتوا؟ عند عليهم كثير قضايا، هيدا اللي قدروا يقولوه، وعطونا اكيد كمان الاسامي وكل شيء، بس الاسامي ممنوع نطالعها، ممنوع نقول عنها لحتى المحكمه تثبت 100% انه هن عملوا هيدا الشيء، ويقولوا انه محكوم، انت محكوم وانت محكوم، لنقدر نحكي الاسامي. رح اخبركم الموضوع بالتفصيل ليش داير. مثلا نقعد مكان اوكي اصدقائي، راح اخبركم بالتفصيل ليش نحن شهر كامل ما بنقدر نقلكم شيء ولا كنا نقدر نجاوبكم. يعني كنت تسالونا يا خالد نزل فيديوهات، بس نحن ما عم نقدر نجاوبكم، كنت عم قلكم عم فكر بمحتوى جديد، وحتى كرمال ما اقاطعكم رحت نزلت فيديو انا مشرد ليوم كامل اذا بتتذكرون، فمشان هيك ما كان بقدر اقول. يلي صار حبايبي، الشرطه منعتنا ننزل اي فيديو الى ان يتم القبض على هذا الشخص او يعرفوا شو صار، قالوا لنا لازم توقف. وحتى يعني مشان ازيدكم من البيت شعر، قلنا لهم هذا كمان شغلنا نحن، لما عم نصور كمان عم ناخذ مصاري، فهن طلبوا منا انه يعني يعطونا مثل تعويض شو الخسارات يلي نحن عم نخسرها بالشهر بالنسبه للفيديوهات اللي انا ما بنزلها. هاي واحد. الشغله الثانيه، اذا شفتونا باخر فتره انا وساره عم نطلع لايفات على التيك توك كرمال نقدر يعني ما نخسر شيء. يعني ساره اخر فتره عم تطلع لايف على التيك توك، انا عم بطلع لايف على التيك توك، عم نتسلى عم نلعب تحديات، لانه نحن موقفين يوتيوب، عرفت شو الفكره؟ هاي الاسباب. اكيد متابعين اللي بيتابعونا على التيك توك بيلاحظوا انه ليش دائما عم نطلع على التيك توك، لانه ما في شيء نعمل، ما فينا ما عم نصور شيء، ما بنقدر نصور شيء، وبنفس الوقت نكون قراب منكم. يلي صار انه اليوم الشرطه دقت لساره وخبرتهم انه تم القبض على هدول الاشخاص، هن شخصين، الموضوع ما بيتعلق فقط فيني وفي ساره، طلعوا هدول مجموعه حبايبي بيعملوا مع كثير ناس هيك، يعني هذا اللي فهمناه هلا بشكل عام. بيحبوا يخوفوا، شافوا نحن انه بالبداية الفيديوهات لما كان في عنا جن اذا تتذكروا، انه نحن عم نصور فيديوهات رعب وهن حبوا انه يلعبوا معنا هاي اللعبة، عرفت شلون؟ هاي مجموعة كبيرة ومش كلها انكمشتها، بس انكمش اثنين وفي محاكم، بس واحد منهم من اللي انكمش هو اللي كان يهددنا نحن، عرفت شلون؟ كان يراقبوه حبايبي، انا ما بعرف كيف يراقبوه، كنت اشوف سيارات الشرطة تمر قدام بيتي بس ما بعرف ليش، هل مشاني هل مو مشاني. من 3 ايام حبايبي يلي متابعني على تيك توك، اتمنى انك تعلق التعليق وتقول انه خالد هذا حكى هذا الشيء، وكنت انا يوم
يعني فاتح لايف على تيك توك بس صافن، لاني كنت انا بظن اني راح اتقوس، ما بعرف اذا كنت انا راح اتقوس او لا. كنت قاعد عم بشرب مي بالمطبخ، فتحت باب البيت ومشغل سيجاره عم هيك عم دخن يعني على باب البيت، وسياره بتشتغل وثلاث رصاصات حبايبي، والله العظيم ثلاث رصاصات. انا سكرت الباب ونزلت تحت الشباك، ما بعرف الرصاص لإلي مو لإلي، ما بعرف شيء. فانا جيت فتحت لايف على تيك توك، وحتى حكيت صديقي هافال، قلت له انه هيك هيك هيك، قال لي اذا بدك شيء ناقصك شيء، قلت له هذا الموضوع جدي ما عم بمزح معك، هو اول شيء خدم مسخره. يعني كل الناس اللي على تيك توك كانوا معي 24 ساعه بفتح لايفات بخبرهم شو صار معي. مشان هيك تابعونا على تيك توك، رح احط حسابات هون، حسابي وحساب ساره، بتعرفوا اذا ما قدرنا ننزلكم فيديو. هلا صار فينا ننزل فيديو ان شاء الله، دائما رح نرجع يوميا، رح ننزلكم فيديو يوميا، رح ننزلكم فيديو ان شاء الله. لانه خلص قالوا لنا بس يصير عنا ممسك على الاقل فيك تنزل فيديو. بعدين هن الخسرانين لانه عم يعوضون، عم يدفعوا لي مبالغ كرمال الارباح اللي انا ما عم طالعها من اليوتيوب. والشغله الثانيه، هلا صار نحن في مشكله ساره. طيب هلا انا لما من 3 ايام تقوس رصاص قدام بيتي، خبرناهم نحن، قالوا لنا ما في اي دليل على انه تقوس عليه. طيب شو اسوي انا هلا؟ طيب بلكي انا يعني تم اغتيالي. انا جد عم بحكي، والله مش عم بمزح معكم حبايبي. يعني تتخيلوا شهر كامل ما بنزل فيديوهات، يعني فيني اروح اصور شو ما بدكم، شو مقالب تحديات الى اخره بنزلكم، انا مش خسران شيء. بس حبايبي ما في نفس، يعني عم تستنى شيء. كنت قاعد اتفرج على التيك توك بيقولوا لي خالد ليش ما عم تنزل، ما بقدر اجاوب، بقول لهم بس محتوى جديد محتوى جديد. فهلا هذا الموضوع كالتالي، صارنا شهر ما نزلنا بسبب هذا الشيء بصراحه. حتى على التيك توك، على الانستغرام ما كنت انزل ستوريات كثير الا الشيء المهم او اذا في لايف. والله يا جماعه مش عارف شو بدي اساوي. المشكله كمان يا جماعه انه قالوا لنا نحن كمشنا اثنين، فهن اكثر من اثنين. يعني قالوا لنا هلا بالاخص كمان انتبهوا على حالكم لانه ممكن هدوليك ينتقموا، فعشان هيك نحن لازم ننتبه كثير. وقلنا لو شو ما صار هالمره بدنا نصور لكم كل شيء بيصير، لانه نحن خلص ملينا من هذا الجو. بصراحه اشتقنا لكم واشتقنا ننزلكم فيديوهات، لانه انت مثل انتوا اللي بتقوونا اصلا بهدول اللحظات. يعني لما تكتبوا لنا، لما تقولوا لنا نحن معكم، وبدنا نرجع نفضفض لكم نقول لكم شو عم يصير شو ما عم يصير. بدي اصور لكم حياتي اليوميه حبايبي، حتى لو ما صار شيء بدي اصور لكم حياتي اليوميه بالضبط. وممكن بقلب الفيديو بخبركم معلومه شو صار معنا، اوكي عشان تعرفوا. بس لازم يعني احط لكم السبب الرئيسي ليش نازل الفيديو. ممكن الفيديو يكون فيه فلوج مثلا حياتنا اليوميه، بس بقول لكم مثلا انه اليوم اجى حدا لعندي او راح من عندي او كذا، مشان تعرفوا انه بالضبط انه في معلومه لازم تعرفوها. هلا ساره من شوي حللت تحليل قوي قبل ما افتح الكاميرا. قالت ساره انه ممكن هدول الاشخاص يلي كانوا راح يقوسوا عليك يكونوا هدول ناس بدهم يخطفوني او مثلا يقوسوني برجلي، لانه انا ما شفت رصاص اجى على الحيط. عرفتوا شو الفكره؟ او بدهم يخوفوه يرعبوه، يعني يخوفوني او يرعبوني او يخطفوني او يقتلوني او بعيد الشر، او يخطفوني ويفاوضوا مع الشرطه ساره لحتى يطلعوا الناس اللي عندهم. هاي اسئله ما في هذا الاسلوب. لا هاي اسئله بالله ما في هيك اساليب، هاي اساليب المافيات. روحي انت وين عايشه؟ بيفاوضوا مع الشرطه، بيطلعوا هن بيقولوا طلع لنا هاد نعطيك هاد. عرفت شلون؟ هاي قصص البوليسيه اللي انا يعني اغلب القصص اللي انا بعرفها او الجرائم هيك الجرائم بيعملوا ساره. فما بعرف انتم شو تحليلكم للقصه اللي سمعتوها. هذا السبب ما كنا نقدر ننزل فيديوهات. رح خبركم كل شيء اول باول. انا كثير مبسوط اني رح انزل هذا الفيديو، وانه صار مسموح انزل هذا الفيديو. والله العظيم على ما اقول شهيد اني بحبكم من كل قلبي، اتمنى توقفوا معي قلبا وقالبا، تكتبوا لي تعليق حلو صار لي زمان ما شفت تعليقاتكم، بتحطوا لايك للفيديو، واشتقت لكم كثير كثير كثير. اوكي بحبكم كثير، بشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم. باي باي.